بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 68. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في سياق الآيات التي تلوناها في الحلقة الماضية وبدأنا في تفسيرها، وصلنا إلى قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالله جل وعلا تارة يأمر بتقواه وتارة يأمر بتقوى النار، وذلك بأن يجعل العبد بينه وبين النار وقاية من الأعمال الصالحة وترك المحرمات، ومن ذلك ترك الربا وترك المكاسب المحرمة، فإنها تسبب دخول النار التي أعدت، أي هيئت وأوجدت بما فيها من العذاب وأنواع العذاب، أعدت للكافرين لأنها مأوى الكفرة. الكفار ليس لهم مأوى إلا النار، ولا مطمع لهم في دخول الجنة. وكذلك قد يدخل النار غير الكفار من عصاة المؤمنين الموحدين أصحاب الكبائر، قد يدخلون النار ويعذبون فيها ما شاء الله جل وعلا، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، لكن هي في الأصل أعدت للكافرين لأنهم لا نجاة لهم منها وليس لهم دار غيرها، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لما حذر من النار أمر سبحانه وتعالى بما يسبب الرحمة والنجاة من النار من هذه الأعمال التي سيأتي ذكرها، فقال: وأطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله فيما أمر به ونهى عنه، وأطيعوا الرسول كذلك فيما أمر به ونهى عنه، لأنه مبلغ عن الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، طاعة لمن أرسله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال: وإن تطيعوه، يعني الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسوله سبب أو سببان للرحمة من الله سبحانه وتعالى، ومعصية الله ومعصية رسوله سببان للعذاب. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة معناها المبادرة قبل الفوات، لأن عمر الإنسان قصير وأجله قريب، ولا يدري في أي لحظة يموت، يجب عليه أن يبتدر الوقت وأن يتدارك العمر وأن يبادر بالمسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحة، ولا يؤجلها إلى وقت قد لا يدركه، وقد يدركه ولا يوفق للأعمال الصالحة. فما دام الإنسان قد سنحت له الفرصة وتمكن من الأعمال الصالحة فليبادر إليها، لأنها تفوت. ولهذا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ففيه النهي عن التباطؤ في الأعمال الصالحة، وفي الآية الأخرى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، اسبقوا غيركم إلى هذه المغفرة بفعل الطاعة، ولا تتكاسلوا فيفوت عليكم الوقت وتفوت عليكم الفرصة.
سارعوا إلى مغفرة من ربكم. المغفرة معناها ستر الذنوب والعفو عنها، فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب سبحانه وتعالى لمن استغفر وتاب إلى الله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لما أمر باتقاء النار أمر سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى الجنة، وذلك بما يسبب دخول الجنة وهو الأعمال الصالحة وتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذه الجنة جنة عظيمة، ليس كما يتصوره الناس أو تدركه العقول، ولهذا قال عرضها السماوات والأرض، هذا عرضها، فكيف بطولها؟ لا يعلمه إلا الله. فالجنة واسعة وفيها خيرات عظيمة، وكما جاء في الحديث إن أدنى أهل الجنة من ينظر في ملكه مسيرة 100 عام، وأن آخر من يدخل الجنة يقول الله له أترضى أن أعطيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا ربي، فيقول لك ومثله ومثله إلى 10 أمثاله. وأيضا هو دائم لا يزول، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لما أخبر الله أن النار أعدت للكافرين ذكر أن الجنة أعدت، أي هيئت ويسرت ووفر فيها كل أنواع النعيم للمتقين. المتقين أطلق التقوى هنا لتعم تقوى الله وتقوى كل معصية وكل محذور. المتقين الذين يتقون الله، الذين يتقون المعاصي، يتقون الآثام، بأن يجعلوا بينهم وبينها وقاية من طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي الآيتين دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان الآن، لأنه قال فيهما أعدت، وهذا تعبير عن الماضي. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفات المتقين من أجل أن يأخذ بها الإنسان ليكون من أهل الجنة. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه الصفة الأولى، ينفقون الأموال في طاعة الله سبحانه وتعالى مما أعطاهم الله، يتصدقون على المحتاج ويجاهدون بأموالهم في سبيل الله، يساعدون المحتاجين، ينشرون الخير بأموالهم، يساعدون في كل عمل خير ويعينون عليه بما أعطاهم الله من هذه الأموال. الذين ينفقون في السراء أي في حال السعة والغنى، والضراء أي في حالة الفقر والشدة، فهم ينفقون في الحالتين ولا يقتصرون على الإنفاق في حالة السراء وفي حالة السعة، بل ينفقون أيضا في حالة الفقر والفاقة والحاجة حسب استطاعتهم. ولهذا جاء أن أفضل الصدقة جهد المقل، وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإنسان لا يحقرن من المعروف شيئا ولو كان يسيرا، يدفعه لمحتاج ويساعد به مضطر. ينفقون في السراء والضراء. والصفة الثانية الكاظمين الغيظ، الغيظ يعني الغضب. فالإنسان إذا أغضبه أحد وتعدى عليه أحد وغضب عليه فإنه يتطلب الانتقام من هذا الذي اعتدى عليه، ولكن المؤمن
لا يسارع في الانتقام. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، نسأل الله جل وعلا يوفقنا لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.